الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسأل الله عز وجل أن تكونوا كلكم وأهلكم بخير وعافية. رسالتي اليوم تخص سلاحنا الوحيد ضد الكورونا فيروس كوفيد-19، ألا وهو جهازنا المناعي. كان يقال لنا في بداية الوباء أن هذا الفيروس حالاته المستعصية تصيب فئة هشة، وتصيب خاصة المسنين الذين يتجاوز أعمارهم 70 سنة. لكن لو نتأمل في نسبة الوفيات التي هي في ازدياد، نرى أن، وأسأل الله عز وجل أن يرحم كل نفس بريئة توفت، اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم، الناس الذين أصيبوا الكورونا فيروس بحالات مستعصية وأدت بهم إلى الوفاة، نجد أن أعمارهم لا تتجاوز 60 سنة، 50، 40 سنة. ذلك لأن هناك شيء مهم لابد أن نحتاج ونحتاج أن نتفطن إليه كلنا، ألا وهو أن سن الجهاز المناعي يختلف عن سن كل واحد فينا. قد نجد شخص عمره 60 سنة لكن جهاز المناعي عمره 40 سنة، وقد نجد شخص آخر عمره 40 أو 30 سنة لكن جهاز المناعي 80 أو 90 سنة. ذلك لأن الجهاز المناعي تحت سيطرة ما نسميه الساعة البيولوجية، فنستطيع كلنا أن نسترجع هذه الساعة البيولوجية بالمحافظة عليها، نستطيع أن نسترجع سن وشبابية جهازنا المناعي. الآن كاين شيء مهم، هو أن الجهاز المناعي هو عبارة، قلنا، عن خلايا مناعية. هذه الخلايا المناعية تنشأ في النخاع العظمي ثم تذهب إلى غدة رائعة، ألا وهي الغدة الزعترية، اليوتيموس. داخل الغدة الزعترية يتم تدريب، تعليم وتربية الخلايا اللمفاوية. الخلايا اللمفاوية هي الخلايا الوحيدة التي تستطيع أن تتصدى للكورونا فيروس، يتم تدريبها وتقويتها داخل الغدة الزعترية. لكن للأسف الغدة الزعترية تخضع إلى انخفاض في النشاط أثناء الحياة كل واحد فينا، بمعنى أنه عند الولادة يكون نشاطها عالي، لكن بمجرد ما يكبر الإنسان ويرتفع سنه ينخفض نشاط الغدة الزعترية. فلذلك الناس المسنين نجد عن بعضهم يكون عندهم جهاز مناعي ضعيف. الآن والحمد لله نستطيع أن نسترجع قوة الغدة الزعترية ونحافظ على سلامتها مدة أطول من الزمن. كيف ذلك؟ لأنه هذه الغدة الزعترية، وسبحان الله، هي تحت واحد الغدة داخل المخ في صلب المخ تسمى بالبينيال جلاند أو الغدة الصنوبرية. هذه الغدة الصنوبرية هي أروع غدة في المخ، يعني هو المخ كله رائع، لكن الغدة الصنوبرية اسمها مليح وش دير. الغدة الصنوبرية تصنع مواد عديدة، أهمها 3. الأول سنتحدث عليها اليوم، أول مادة تفرزها الغدة الصنوبرية تسمى، تعرفوها كامل، تسمى بالميلاتونين. الميلاتونين هي التي تسير عملية النوم في الليل. لكن الميلاتونين عندها تساعد على النوم الصحي، لكن عندها مفعول رائع على الجهاز المناعي. الغدة الزعترية تمتلك ريسبتور، تمتلك مكان تلتصق فيه على الغدة الزعترية وتنشطها وتساعد على المحافظة على سلامتها. كذلك الميلاتونين تساهم في عملية تعديل الاستجابة المناعية، فهي بعض الأحيان تقوي الجهاز المناعي وبعض الأحيان تنقص من عملية الالتهاب لتحدث عملية تعديل التي نحتاجها كثيرا في المكافحة ضد الكورونا فيروس. شيء آخر يخص الميلاتونين، وهي أن إفراز الميلاتونين، كلما ازدادت نسبة الميلاتونين في الجسم انخفضت نسبة الكورتيزول، ونعرف أن الكورتيزول هو أكبر مثبط للجهاز المناعي في الجسم. وبالعكس، كلما ارتفعت نسبة الكورتيزول، كلما الإنسان كان في حالة توتر وكان في حالة هلع، كلما انخفضت نسبة الميلاتونين فكان نومه غير صحي وانخفضت سلامة جهازه المناعي. هذه أول مادة. المادة الثانية، أو هناك مادتين اثنتين تصنعهما الغدة الصنوبرية، وهي البينولين والدي أم تي.
الذي يريد هذه الدراسات يبعث لي الإيميل وسأبعث إن شاء الله أنشرها إليكم بإذن الله. البينولين والدي ام تي هما مادتين يدخلان داخل الخلايا، معظم الخلايا الجسدية، وتحافظ على نشاط كل خلية بما فيها الخلايا اللمفاوية. قلنا أن الميلاتونين تخضع أو إفرازها يبدأ، سبحان الله، إفرازها يستجيب إلى الضوء، ضوء النهار، تفرز في الليل ابتداء من الساعة 9 ليلا، وتبلغ ذروة نسبة الميلاتونين على الساعة حوالي 1 إلى 4 صباحا. لكن للأسف معظمنا لما تأتي الساعة 9 ليلا نشعل الأضواء ونشعل التلفاز والهواتف، وهناك ضوء كبير داخل البيوت يبعث برسالة إلى المخ أنه اليوم مازال والنهار مازال، فلا تفرز مادة الميلاتونين. لذلك يا جماعة نقصوا من السهر هذه الأيام للمحافظة على إفراز الميلاتونين في الساعة المناسبة لها، كي نحافظ على الساعة البيولوجية ونحافظ بذلك على الغدة الزعترية ونشاط جهازنا المناعي. نعود للمادتين الأخريتين تفرزهما الغدة الصنوبرية، البينولين والديانتي. هناك شيء رائع يخص الغدة الصنوبرية، the pineal gland. هذا الصفة للغدة الصنوبرية يعرفوها العلماء القدماء المصريين، يعرفوها حتى الفلاسفة وحتى علماء الرياضيات من بينهم غوني ديكارت. غوني ديكارت يقول عنها أن الغدة الصنوبرية هي الغدة التي تصل الروح بالجسد. فالطريقة الناجحة والرائعة لتشغيل الغدة الصنوبرية كي تفرز المواد البينولين ومواد الدي ام تي، تحافظ على الخلايا الجسدية وتحافظ على الخلايا المناعية، كي نستطيع أن نشغل هذه الغدة نحتاج إلى شيء رائع، وهي إلى أن نربط روحنا بخالقها. والوسيلة البسيطة أو الوسيلة الروحانية لربط الروح مع خالقها هي الصلاة. لست أتحدث عن إقامة الصلاة فقط، أتحدث عن الخشوع في الصلاة. إنما هو الخشوع في الصلاة الذي يساعد على تشغيل وتفعيل الغدة الصنوبرية. كيف ذلك؟ أثناء الخشوع في الصلاة، معظم الناس كانوا يقولون باش تقويوا الخشوع في الصلاة نحتاج إلى تخيل نفسك أنك ما بين الجنة والنار، تخيل نفسك وكأنك في الحرم، تخيل نفسك وكأنك في يوم الآخرة. كل هذه الوسائل أو أساليب تشغل ما نسميه بالدي ام ان، الديفولت مود نتورك. الديفولت مود نتورك هو مسار الذي يتحكم في التخيل. لكن كلما شغلنا الدي ام ان كلما نقصنا من مسارات الوعي ومسارات الانتباه. مسارات الوعي هي السالينت نتورك، ومسارات الانتباه هي ما نسميه بالسنترال اكزيكيوتيف نتورك. لو أردت الخشوع في الصلاة تحتاج أن ترفع من نسبة الوعي والانتباه والحضور، وذلك بخفض نشاط الدي ام ان. تفعيل الانتباه وتفعيل المسارات الوعي والانتباه والحضور يتم بشيء بسيط وهو الهدوء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والبطء قدر ما استطعت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بعدم أو ينهى عن الهرولة والإسراع إلى المسجد. لابد أن نمشي إلى الصلاة في هدوء، ولابد أن نتوضأ في هدوء، وخاصة أن تكون حركاتنا أثناء الصلاة ببطء شديد. الركوع ببطء، السجود ببطء، كل حركة تكون ببطء. هذا البطء في الحركة يشغل مسارات الوعي ويشغل مسارات الانتباه، وبذلك نكون في حضور تام. وكلما ازداد حضورنا ازداد خشوعنا وازداد تفعيل نشاط الغدة الصنوبرية التي تفرز المواد التي تحمي الغدة الزعترية، التي بدورها تحمي جهازنا المناعي، ويبقى الجهاز المناعي تاع كل واحد فينا هو السلاح الوحيد ضد الكورونا فيروس. هذه رسالتي اليوم. ختاما
أطلب منكم أنه بعد نهاية هذا الفيديو اسألوا نفسكم سؤالين اثنين: كيف أستطيع أن أطبق ما تعلمته اليوم؟ ومتى أستطيع أن أطبق ما تعلمته اليوم؟ كيف ومتى؟ بهذا السؤالين سترسخ كل معلومة سمعتها الآن داخل ذهنك، وعلموها غيركم. أسأل الله لنا ولكم العافية. كانت معكم الدكتورة هدى بوكارب، صيدلانية مختصة في بيولوجيا الدم ومدربة في تطوير الذات والعقل. لكم مني جزيل الشكر، ولا تنسوا تهلاو وخذوا بالكم من جهازكم المناعي، وحافظوا على جهازكم المناعي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.